التحية التي وجهت إلى رئيس مجلس النواب السابق. ولا يفوتني بادئ ذي بدء أن أتوجه بالتحية للأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، وللسادة النواب الذين بذلوا مع سيادته كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن واجتازها بثقة ونجاح، زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثلاثة رئيس أشارككم هذا الحفل الكبير، وأشارك كل الأعضاء الأخرى الذين حيوا الفصل التشريعي السابق لما أنجزه الدكتور علي عبد العال ورفاقنا. الحياة